عبر العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية عن سعادته الغامرة بتحرير الأسرى، مؤكدا في تغريدة لها على صفحته في تويتر أن الفرحة ستكتمل بنيل كافة الأسرى والمعتقلين حرياتهم من سجون الكهنوت للحوثية. وحضر قائد المقاومة الوطنية الحفل الجماهيري الحاشد الذي أقيم اليوم في مدينة المخا غربي محافظة تعز ابتهاجا باستقبال الأبطال المحررين من معتقلات الميليشيات الحوثية الكهنوتية الموالية لإيران، وفقا لاتفاق عمان لتبادل الأسرى الذي رعته الأمم المتحدة ضمن اتفاق ستوكهولم، تقديرا للأدوار النضالية التي اجتراحوها الأبطال في معتقلات الميليشيات. وفي حفل الاستقبال الذي تقدمه حرس الشرف واصطفت خلاله الجماهير على جانبي الطرقات ورفعت أعلام الجمهورية واللافتات الترحيبية التي عبرت عن فرحة الشعب بتحرير الأسرى من سجون الكهنوت الحوثية، رحب قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبد الله صالح بالأبطال المحررين وأشاد بتضحياتهم وصمودهم الأسطوري في وجه الجلادين دفاعا عن الجمهورية وحرية وكرامة الشعب في ثورة 2 ديسمبر وفي معارك الساحل الغربي، مؤكدا أن المقاومة الوطنية ستولي اهتماما كبيرا بالأبطال المحررين وستواصل أداء دورها الوطني في مقارعة الكهنوت والاهتمام بملف الأسرى حتى يعود الجميع إلى ديارهم وطي هذا الملف الإنساني. ثم التقطت لقائد المقاومة الوطنية صور تذكارية جمعته بالأبطال المحررين أثناء مصافحته لهم واطمئنانه على صحتهم. هذا وقد بدأ الحفل بالنشيد الوطني وآي من الذكر الحكيم وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وشهداء الثورة اليمنية والمدافعين عن الجمهورية في مختلف المحافظات. وألقى العميد صادق دويد متحدث المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي كلمة قال فيها: في البداية اسمحوا لي أن أرحب بالتحية الحارة باسم العميد طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية، وباسم كل من تسمية المقاومة الوطنية بكل المنافرين التي تم الإفراج عنهم من معتقلات ميليشيا الحوثي. فسعادتنا اليوم غامرة وبلا حدود. المناظرين الأحرار هذا الاحتفال الذي نقيمه اليوم ابتهاجا بالإفراج عنكم هو انتصارا في معركة إنسانية خضناها لسنوات ضد جماعات إنسانية. أيها الأبطال، اليوم تشرق شمس الحرية من جديد وأنتم حاضرون هنا في الساحل الغربي ليمننا الغالي بعد سنوات أمضيتموها في سجون ومعتقلات الحوثي الكهنوتي، صامدين ثابتين شباك الجبال اليمن في وجه أعداء الحرية والإنسانية. من جانبه عبر الأبطال المحررون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المقاومة الوطنية ممثلة بالعميد الركن طارق محمد عبد الله صالح على الرعاية وإيلاء قضية الأسرى ومعاناتهم وأسرهم العناية والاهتمام وصولا إلى هذه اللحظة المفعمة بالفخر والاعتزاز، معبرين عن سعادتهم البالغة بحضور قائد المقاومة شخصيا هذا الحفل لاستقبالهم والذي يعتبر تكريما لهم ولكل الأسرى والمعتقلين والمختطفين. وهذا ليس غريبا على قائد ومناضل بحجم العميد طارق محمد عبد الله صالح. وتخلل الحفل العديد من الأناشيد الوطنية للفنان محمد الوديع وقصائد حماسية للشعراء أحمد بنا وأحمد حسن حمنة والرقصات الشعبية التي عبرت عن الفرحة بخروج أبطال المقاومة الوطنية من الأسر شم الأنوف ووصولهم إلى الساحل الغربي قلعة الجمهورية ومحرابها المنيع في مسيرة النضال لتطهير اليمن من شرذمة إيران الحوثية. وتم تقليد الأسرى المحررين بالوشاحات وأكاليل الفل التي قدمتها لهم زهرات من مدارس المخا تقديرا لأدوارهم النضالية في سبيل تحرير الوطن من ميليشيات الكهنوت الحوثية.